عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم زملائكم تيم أوركورس. إن شاء الله هنعمل عملية الهيستولوجي. في البداية يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا الذي حق التخير فاتحين. اللهم مثلا ما قد جعلته سهلا تجعل الصعب إن شئت سهلا يا رب. في البداية خلاص ننسى الفاينل وكل اللي حصل فيه، هي كله خير يعني، أي حاجة ربنا بيجيبها خير. وفي الأول وفي الآخر مفيش حد بياخد أكتر من نصيبه، الحاجات دي كلها الأقدار مكتوبة وكل واحد ياخد نصيبه وكل حاجة، فنروق كده وما ناخدش كل حاجة على أعصابنا، لسه مشوار طويل. طيب هنا العمل بتاع الهيستولوجي بيمحور على حاجتين، الهارت والفيزل. الهارت هناخد فيه اتنين شريحتين يعني، عن الهارت وول والفالف وحاجات على وشريحة عن بركنج فايبر. تاني حاجة الفيزل هناخد اللارج او اللارج فيزل اللي هو في الاورطة، هناخد بالاوريثين او ال HNDE. بعد كده هناخد الميديوم سايز ارتري زي البازيلر ارتري، بعد كده هناخد الميديوم سايز ارتري وفين هنقارن بينهم. في البداية هنا اول شريحة معانا هي الهارت وول اند فالف، هنعرفها ازاي؟ هنا عندنا هي متقسمة جزئين، الجزئين عندنا جزء بامب فاتح اللي هو اللي طاير فوق ده، وجزء بامب غامق اللي هو الهارت وول شبه مراية العربية كده. طيب تيجي نشوف الموضوع ده، هو هنا ده اللي هو الطاير فوق كده بمبة بمبة فاتح، ده الفالف. بعد كده اللي تحت ده الهارت وول، الهارت وول بيبقى فيه حتة كده خارجة زي مراية العربية. طيب هنكتب ايه؟ هنكتب ان ده هارت وول زائد فالف طبعا ال ام، اظن الصبغة دي اتش اند اي تقريبا. الهارت وول هنقول مثلا هو بيتكون ايه؟ عندنا اندوكارديوم، اندوكارديوم، مايوكارديوم، ايبيكارديوم. الاندوكارديوم نكتب عنها حاجه مثلا سيمبسكويوم ايبيثيليوم وفيها بيزا لامينا. المايوكارديوم هي الدكتوره هي بتشرح اكدت ان اصلا الشريحه دي اللي باين فيها المايوكارديوم، فاحنا نكتب فيها شويه زياده، فنقول ان هي برانشز، نقول ان هي اناستوموزيس وجوينت سيبكم دي، وان هي بجوينت بانتركاليتد ديسك في نهايتها كده، وعندها اوفال سنتر نيكلوي. يبقى نكتب في ايه؟ نكتب في المايوكارد ان هي برانشز واناستوموز. الاناستوموز بيتشبكوا في الاخر بايه؟ بانتركاليتد ديسك، والنيكلوي بتاعتها ايه؟ اوفال وسنتر. طيب الابيكارديوم اللي بره بقى او الطبقه الثالثه هنقول ان هي سيروس، سيروس كفرنج الهارت، هي حاجه كده من السيروس لير يعني، في مع ويز سيروس فلويد جواها سيروس فلويد او حواليها سيروس فلويد، علشان في الكافيتي يعني اللي بينها وبين البريكارديوم عشان يلابريكيت الموفمنت بتاع الابيكارديوم. يعني نكتب ايه؟ اهم حاجه المايكارديوم، يعني هنقول ان هي بتتكون من ثلاث طبقات، ونكتب اهم حاجه في المايكارديوم دي نزود فيها يعني شكلها معروف جدا. وبعد كده تحلوا بقى الانكي اللي نزل عشان تتدرب اكتر يعني. تاني حاجه البركنجي فايبر. طيب البركنجي فايبر عشان برضو نسكمها، هي شريحه ملعبكه. ملعبكه زي ايه؟ زي حوالات القلب واللي حصل فينا في الفاينل النهارده. طيب هي شريحه ملعبكه زي حوالات القلب، بحيث كده ملهاش ملامح، فهي كل شويه مصل 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 يعني كتير جدا. فاحنا هي دي اللي هي البركنجي الكبيره عن المصل القرية مصل العادية. فاحنا نكتب ان هي بركنجي فايبر بالال ام، هنقول ان هي سبيشالايز كارديك مصل، احنا عارفين ان هي نوع خاص فنكتب سبيشالايز. طيب تبقى موجوده فين؟ في الاتري فينتريكال باندل، احنا عارفين ان القلب ده هو، هي موجوده هنا او هنا بركنجي في الكوندكتنج سيستم يعني. طيب موجوده في الاتري الاتري فينتريكال باندل، وكمان موجوده في الانتر في الانتر الانترنال انترنال معلش انترنال سيرفيس بتاع الهارت. ثواني احنا لخبطنا، هي الترتيب بتاعها ايه؟ الترتيب بتاعها تاني، هي سبيشالايز كارديك موسل خلاص عادي. موجوده فين؟ موجوده في الاتري فينتريكال باندل في الانترنال سيرفيس بتاع الهارت اللي هو جوه هنا تمام، في الانترنال سيرفيس بتاعه الهارت. او موجوده فين؟ تبقى او يعني هي موجوده كمان تحت الاندوكارديوم بنيس الاندوكارديوم، عشان احنا عارفين ان هي بتبقى من ناحيه بره يعني. طيب بنيس الاندوكارديوم بتبقى ثيكر عن المصل الكارديك مصل العاديه، بتبقى مور بيلي ستين، وعندها لارج كونتين من الكوانتيتيز من الجلايكوجين. يبقى تاني البركنج احنا عارفين هي نوع خاص، فهي سبيشالايز كارديك مصل. تاني حاجه بتبقى موجوده فين؟ في الاتري فينتريكال باندل في الانترنال سيرفيس بتاعه الهارت تحت الاندوكارديوم. هنقول ان هي ثيكر لان شايفين ان هي طبعا اضخم من البتاع، وتبقى بيلي، احنا عارفين ان هي بيلي ستين يعني شكلها فاتح كده عن المصل عن اللي حواليها، هنلاقي ان هي فيها جلايكوجين كتير. تاني حاجه الاورطه، الاورطه عندنا شريحتين، عندنا اما بالاوريسين ستين او ال اتش ان دي اي. هنعرفهم ازاي؟ هي يعني ال اتش ان دي فاتحه جدا بامبا بامبا جدا يعني، التانيه بتبقى مديه على موف، مديه على نبيتي غامق او مش عارفه اللون ده ايه بالظبط، سواء يعني نبيتي يعني نبيتي او موف، ده اورسين. البامبا اتش ان دي اي هنكتب ايه؟ هنكتب ان ده اورطه بالال ام.
نكتب بقى الصبغة المناسبة، يعني كل واحد لو هنشوف هيجي واكتبوا الصبغة. الطيب بتاعه هي لارج الاستيك كوندكتنج ارتري، احنا عارفين ان هو الاورتا ده لارج ارتري فهو الاستيك وبيبقى كوندكتنج، اسمه كده احنا واخدينه في الهيستو. نكتب عنه ايه؟ احنا عارفين ان هو الاي ارتي يعني بيبقى وايد في اليومن، بس الاورتا بالذات ان هو بيبقى وايد في اليومن وثين في الوول وعنده سيك انتما. انا ما خدتش بالي، هي مكتوبه في زيتونه ثينول بس انا عدلتها هتبقى ثيك وول، فمش عارفه هم كاتبينها كده، انا قلتها ما خدتش بالي. طيب هي تاني ان هو عنده وايت ليومن وثيك وول وعنده ثيك انتما، احنا عارفين ان هو بيبقى فيه ثيك انتما في بيبقى فيه لاسك لامينا بس الادمنتيريا بتبقى ثيك فيه. طيب عنده ايه؟ هو بيتكون من النيوتريال فايبرز من الكونكتيف تيشو والانتاسك اكسترنال لاسك لامينا، الانتاسك لامينا الاكسترنال بتبقى شفطه قوي. ده جاينا كان جاي سؤال من تقريبا السؤال ده. المهم ان احنا نكتب ايه في الاورطه؟ هنكتب لو عنده وايد ليومن وثيك وول والانتما بتاعته ثيك والفايبر بتاعته فيها كونكتيف تيشو، ان اللي هو بيكون من فايبرز من الكونكتيف تيشو والاكسترنال الاستيك لامينا بتاعته انستاكت. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا البازل الارتري اللي هو كان الميديوم سايز. بيقول هنا ايه؟ طيب شكله برضو هنلاقي ان هو فيه زجزاج كتير، لان هنلاقي ان الانتر الاسيك لامينا بتاعته برومننت جدا واضحه، فهنلاقي ان هنا لو جينا كبرنا كده هنلاقي ان في بتاع من جوه كده، هو يعني واضح جدا يعني ما فيش حاجه شبهه خالص او ان احنا نتلخبط فيها، وهنلاقيه يعني ايه على حرف البي كده، بحيث ان هو ايه في بي كده فهو بازيلر بي. تمام هنا هنلاقي ان برضو الانتر الاسيك لامينا واضحه فيه جدا من جوه اهو، في زجزاج يعني في الاستيك. تمام هنكتب ايه؟ هنكتب ان ده بازلر ارتري اتش اند اي بالال ام. التايب بتاعه سريبرال ارتري بموجود في المخ، ده اللي بيودي التغذيه للمخ، يبقى سبيشالايز. مميز عنهم ليه؟ عشان هنلاقي ان هو عنده خواص الفين في اللي هو بيبقى وايد ليومن وثين وول، ده بقى اللي وايد ليومن وثين وول. هو ميديوم سايز ارتري ماشي، وفي ويل ديفلوبد انترن الاستيك لامينا، دي مهمه جدا، هي اصلا دي اكتر حاجه بتميزه، اللي هو عنده الانترن الاستيك بتاعته بتبقى ويل ديفلوبد عشان يمنع الاكيليجن، ان هو يمنع ان هو يتقفل يعني، عشان لازم الدم يروح للمخ يعني باستمرار. يبقى نعرف ايه هو؟ سيريبرال ارتري سبيشالايز وايد ليومن ثين وول شبه الفين. الانترن الاستيك لامينا دي اهم حاجه فيه ان هي ويل ديفلوبد عشان يمنع الاكيليجن بتاعه. طيب عندنا بقى الميديوم سايز ارتري والفين اللي هو هنقارن ما بينهم، هنلاقي الشريحه جايه لنا ايه؟ الشريحه عباره عن يا اما هيجي لي ارتري وجنبها فين، يا اما هيجي لي ارتري وفين ونص فين جنبه، فاحنا نعرف هيبقى حاجتين كده، ده ارتري وده فين ماشي، ارتري وفين، هنلاقي الاثنين كده جنب بعض برضو مش هيتلخبط فيهم، هنلاقي مثلا ارتري وهنا فين ونص فين يعني. هنكتب ميديوم سايز ارتري اند فين بالال ام. الارتري بقى نقول عليه، الارتري احنا عارفين ايه؟ بيبقى ثيك وول نار اليومن وثيك انتما وسين ادفنتيشيا، وفي اللاستيك لاما بتاعته موجوده. الفين عكسه ثين وول وايد ليومن وفي ثين من انتما وثيك ادفنتيشيا ونوب نوت بريزنت لاسيك لامينا. ممكن بقى نقول هناك يعني عايزين نكتب اي حاجه مثلا في كل طبقه مش مهم، بس هو يعني الارتري عكس الفين، نكتب دول ونعكسهم تحت. عندنا بقى اخر حاجه اللي هي بالاي ام، عندنا كونتينوس كابيلاري وفينوسيري كابيلاري. دي كونتينوس كابيلاري عارفين ايه؟ في الكونتينوس كابيلاري دي تبقى لازقه جنب بعضها، فهنلاقي ان هي الاندوثيليوم سيلز بتاعتها بتجوينت باي تايت جنكشن ماسكه بعضها قوي كونتينوس، هنلاقي ان في البيزا لاما بتاعتها ويل ديفلوبد يعني واضحه جدا. وموجود اماكنها فين؟ في الماسل والنيرف وكونكتيف تيشو والاكزوكراين. انا بحفظها ازاي؟ انا عن نفسي يعني بحفظها ان هي عضله ونيرف وكونكتيف تيشو بيحميهم من خارج اللي هو الاكزو. عضله ونيرف عارفين فين؟ اي عضله ونيرف بيبقى فيه يعني جنكشن بينهم، مش عضله ونيرف كونكتيف تيشو بيحميهم من الخارج اللي هو الاكزو اكزوكراين جلاند. يبقى تاني كونتينوس شكلها برضو واضح جدا، هما رسمتين اصلا، هنلاقي ان دي مثلا يعني ملعبكه كده وتحس كلها كده ماسكه بعضها، دي لا لحد ما في فراغات اهو. تمام يبقى الكونتينوس هنلاقي ان اندوثيليوم سيلز بتاعتها بتجوين بتاي جنكشن، هنلاقي ان في ويل ديفلوب بيزا لامينا، هنلاقي اماكنها هنكتب بقى اماكن عادي زياده او كده، ماسل نيرف كونكتيف تيشو اكزوكراين جلاند. طيب الفينستريتد كابيلاري اي ام، هي الدكتوره ما يعني قالت هي مش متحدد هي دي فينوسيتيد ويز دايفريم ولا مش دايفريم، فهي قالت ما تكتبوش يعني، سمعت الفيديو بتاعها هي قالت بنفسها ما تكتبوش دي ايه وايه، فهي مش عارفه يعني نكتب فيها ايه، بس هو يعني عندها فيري ثيك بيزا لامينا عشان هي فينوسيتيد، فاحنا لازم تكون البيزا لامينا تحتها ثيك وعندها فينوسيتيد يعني، فاي حاجه يعني اكتبوا اي حاجه، يبقى هي فيها فيري ثيك بيزا لامينا وعندها فينوسيتيد. لو هو بقى مثلا
عايزين بقى نكتب مثلا اللي هي with diaphragm او كده، فهنحدد بقى مثلا نكتب ان هي في البودوسايت مثلا اللي هي بينهم كده بين الفراغات دي، عايزين نكتب اماكنهم في اللي هي فيها diaphragm، نقول مثلا هي موجودة في الاندوكراين والانتستين كده، يعني هنزود على حسب البتاع اللي موجود فيه، ويعني اهبطوا اي حاجة من النظري. بس كده خلصنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا، ما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. في البداية بجد حابين نشكركم، وحابة اشكر اي حد على مجهوده على اي حاجة مر بيها، ويعني مش عايزين ان احنا نتضايق ان الناس هتخلص واحنا لسه فاضل لنا مديول جديد وهنبدأ. احنا خلاص يعني سنة اولى بتخلص. الصورة دي عجبتني، بتاع النجاح كان حاطينها في فايل، بس يعني خلاص ما كناش نتخيل ان الموضوع بيجري بسرعة كده، بس الموضوع فعلا عادي بيخلص، وهيجي علينا وقت نخلص وهنرتاح، ونهاية اي تعب بيبقى راحة، والانجاز هو اللي بيبقى وكده يعني. فعيدي، هونوا على نفسكم وبسطوا نفسكم قد ما تقدروا، واعملوا اللي عليكم عشان احنا هنتحاسب على سعينا فعلا بجد. وخلاص يا الدنيا كده كده هتخلص، فالمهم عملنا، المهم ان احنا واحنا ماشيين في الدنيا نلم حسنات بس. بس نشكركم جدا، وبجد ما تنسوش تقولي رايكم في الفايل ده عشان تعبت فيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.